جايكي جايكي لحظة بس، جاي 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 عجل. لقيت لكم وحدة مثله جدبة، وين هي؟ طلع ما واللون. ايوه شلون صحتك؟ والله الصراحة أنا زين الحمد لله، راسي شوية تجعني بس يلا الحمد لله. في دكتور بألمانيا راح تحفوته معنا. الحمد لله ماما. ها؟ في دكتور معنا، وينه؟ لا عم سكر. لا إذا بدك بعدين جاي لك، والله بعدي بالفندق بدي أضب أغراضي رايحين. بتحكي مع ابني او بتحكي مع لا بدي. مع مين عم تحكي هاي الجدبة هاي؟ ما فهمت عليها شي انا. كيفك؟ انت بتفتح لايف وانت نايم. اي والله اليوم صار بحنا طلع شي 20 جولة نحن نايمين. ما فهمنا هسا. ايه فزتي جولة؟ الجولات كلها كبسوا يا جماعة. شباب تكبيس بس تكبيس يا جماعة، شوفوا هو نايم تكبيسوا كم كبسوا. لا ما كبسوا هاي شباب، راح عد 1 2 3 ألف واحد يكبسوا سوا وورجوا خط. 1 سير شوف شو بدك تعملي. 3 بس تكبيس. بتفوتي على موقع تيك توك من جوجل أرخص، مو من هون بتشحني، بتشحني من جوجل وبتشحني أسد. هاي نحن نايمين. صباح النور. شفتي هيك تكبيس لواحد نايم؟ ما بعرف. ومن يلعب يبكي سيلة. هاي ون متى 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 ون صار مطنوخ يا سيلة؟ ما خرج لي بيضة. اوه ليش تكبيسوا ألف؟ جايز بدنا 30، بدنا 6 قلوب صغيرة، كل واحد يرسل قلب. 30 وردة. جايز كل واحد يرسل قلب، أو كل واحد يرسل وردة، أنتوا 300، إذا كل واحد أرسل وردة. تحوا الدبل، حدا يفتح الدبل. جايز كفو يا تهاني. كفو يا تمر. جايز بتفوتوا على موقع www.tiktok.com وبتشحنوا من هناك. هي عم تعلموا شلون الشحن. هي عم بعلم مش شفتي تسرق بطاقة أبوها لأن هي ما معها مصاري. نحن لعنا كلهم أصحاب بنوق. جايز الدبل. يلا سيلة أبي شوف الأسد بيجي من يمين ولا من الشمال. بيطار الأسد بيجي من اليمين ولا من الشمال؟ حسب الدايم. شباب الدبل. كفو يا رامي سعد ربك. يا جماعة الدبل. لا ما جبنا الألفين. عن جد الأسد يمين ولا شمال؟ لا من وين بده يجي؟ يجي المهم يجي. كفو يا مصطفى يسعد ربك. كفو يا بلود. يا معقول فوز عليه وهو نايم؟ آخ. أي والله. الدعم هو بحدد. انا الداعمين اللي عندي حددوا انه ما يجي ابدا. اخ وجعني راسي من داخل الميل. وكان ما بدي حدا. يلا يا وان يلا يا وان، نبي نعرف الاسد من اليمين ولا من الشمال. بيت الحب يلا يلا يا داعمين، يلا يا شطورين، يلا حبيباتي نزلوا لي اسد فك الحسد. يلا يلا والله تعب. واحد نايم عم بربح تعب هذا. يا اخي شوف نفس الاحكام برا الاخيره بكون بدي اسد. فرطنا والله، فرطت ونعس ولا فرطت وضحيت؟ ايش فرطت؟ الاسد بجيب لا يا زلمه جد. ابو نير قالكم باختصار بده يسب العالم كله وما بده حدا يحكي عليه حرف، وبده يغلط على الناس وما بده الناس تغلط عليه. مين لاحظ بعدين؟ مين لاحظ الشغله هي فيه؟ مين لاحظها جد؟
بده يسكت الناس كلها، وهو المنشار وهو الصقر. خلاص اخوي، ما انا ولد عمره 15 سنه بيحضر رايح 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 جاي. ابو كنير معه جنون العظمي. ايه قال من امبارحه فاتح لايف لليوم. ايش في؟ ايش بك؟ ألقم فيس نور. لا هي ليجو عندي طالع. قديش عمره أبو منير؟ 57. منار مش هون فيصل، فيك تروح تنام. كبير يا عمو صغير، شباب كبير. أنا يوصل عمري 57 سنة العمى بالحج بكون أبتوب. أنت روح كمل نوم بعدين بنطلع معك. مين؟ يلا باي فيصل. بزبط مع رئيس اسمه غير تسوه. ايه سيلة انا موافق. لا نبي مهر سيلة اول شيء. بدنا حالة نمسخ عليه. نجيب العيد بدكم؟ ويلكم مصطفى. لك مصطفى ايش بك؟ هاتي البيت. ويلكم جايز، حبيت هالسيارة صارت تنزل كثير. القم 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 يا متهالك. مبروك يلا. الحكم الاول. داعمي هاد داعمي داعمي الحكم الاول. شو هو؟ ما تحكمي صباطي. الحكم الاول متلحسن فيه. كيفك؟ لك كيفك انت؟ عم بسألك يا والله العظيم انا زعلت. الله يخليكي، كيف صحتك؟ حاكيلك دغري، حاكيلك دغري. بطار كان هذا جينا من البرجي وجينا من السيارة. شو حديث؟ عشان نفهم القصة. روح حياتي مع بطار، روح حياتي. كبير جيب التليفون لشغلك التليفون. بطار انا كثير زعلانه والله العظيم، انا لو كان عندي اسد لارمي لك اياه. كفو يسعد دينك والله العظيم ومتحدي. بس انا اللي قهرني بالموضوع. ولك فيصل، فيصل عادي عادي. ما تذكري ما تذكري اسماء هون. خلص ما راح اذكر. تمام. شباب كبسم. بس احسن شيء بالموضوع اجا 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 هذا الاسد لعندي يضحك علي بالبس قبل ما يصير تحدي. قلت له غير داخذ الجولة خاوة وبيطار لي يفوز عليه. قال لي نشوف نشوف. شباب كبسم شو عم تعمل؟ عم بعمل لك عشاء. غدا كفو. شو هو؟ فطور ولا غدا ولا عشاء ولا فطور وغدا وعشاء؟ حلو. شو هذا شو هذا الخط احمر تبع تبع التليفون؟ هذا هذا لف هذا هذا يا بطار مشان اغريك اغريك. ها؟ مشان اغريك. تعرفني احبك من ايمتى؟ من وقت من وقت شفتك. هلا عبدو نفيسه اجاني عبدو نفيسه. تعرفني احبك من وقت كنت يوتيوبر. من وقت كنت يوتيوبر. لك بطار شو دخلوا؟ لك بطار شو دخلوا؟ هاي الدخله. لك حتى سكورت حطه على الطاولة. قال بيطار شو دخلك هاي الدخلة؟ ليش دخلوا هاي الدخلة؟ خليه يدخل. دعمك هاد دعمك. زين يا عبد نفيسة يا عبد نفيسة. لك عبد نفيسة هذا غير شكل والله العظيم. هذا عبد نفيسة ذهب عبد. والله من الداعمين. دبل دبل افتحوا لنا الدبل. افتحوا لنا الدبل افتحوا لنا الدبل افتحوا لنا الدبل. فتحوا فتحوا عبد نفيسة. أماني ساعدوا لعبد نفيسة. والله العظيم هذا الشخص من الاشخاص اللي اتابع محتواه بجنن والله. يحكي كلام كله 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 كلام عبر بعبر. يا الله شلون سيد الدبل حبيبي يا شباب. امان امانه. شلون سيد شلون سيد الدبل شباب التوله. هذا داعم يا مان الجار. مو داعم يا مان الجار، ها صديقه ولا يا مان الجار؟ انت الصادق قاعد يقولوا لي هذا داعم يا مان الجار. ها صديقه ما شفتوه طالع هو وياه بالسياره. شباب كبسم خلينا نحكم على بيطار يقوم يتغزل فيني. يلبس لي شيء حلو. دخيل ربك يا عب كفو والله. والله مبين عينك الحكم.
وافي يا غالي، وافي وافي يا حكمنا عبد، وافي ابشر. تعذبنا ولا العم طحطح وبعوي. احسن شيء مره حكمنا يا شباب، ما حدا شد شد ولك شد، والله سامحكم. احكامك بيطار، تحكم علي انا؟ تطبعي صورة واحد وراكي، اطبع شو؟ تطبعي صورة ابو نير، اطبع صورة، اطبع صورة انا، مو 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 تاتو، اطبع صورة مين؟ راح الفلتر، راح الفلتر. شو اطبع مين؟ والله راح الفلتر يا ماما، اسكت، كشفونا عن حقيقتنا. فلتر بس حعمل عمليه تجميل، بصراحه حعمل عمليه تجميل، حظبط الظبوط. ها؟ رح اظبط الظبوط، بدي اعمل عمليه تجميل نفخ ورفع. ظبط الظبوط؟ ايه اظبط الظبوط. الو شباب، الو اسد، اسكت اسكت حكمني، الو اسد شباب، يقول اسد ليك، شوف 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 شو شو؟ اسد يراقد، راقد عمو، روح نام، ركض ركض، يلا يجيك اسد. روح نام، ما يجي الأسد يأكل، روح شباب. التكبيس الله يسعدكم، كبسم كبسم لحين طب. حكمنا بيطار، وش بدك تحكمني بيطار؟ والله بحبك أنا، بحب حبك. ده حكمك حكم عنيف شوي، عنيف، أحب العنف. حلو أكلنا خرا. حلو. شباب كبسوا يا الله. يا أمي لا إله إلا الله، كبسة بأمانة كبسة. تبوا من كمبرة؟ يا ربي كمبرة، يا يجيني من كمبر يا رب، ما راح يكمبرة، بدي تشوفوني محكومة. يا رب شو بدك تحكمني؟ ما السكور، سكور سكور ضعيف. انا على اساس اني عندي سكور عالي يا زلمي. خلاص بعتي بوسه الي وبوسه للمتابعين. لا من قلبك. لمين هاي؟ هاي لك تنتين. جيب التليفون. وهاي لا متابعينك. واحد جيب جيب تليفونك. بدك ماما، هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ بيطار. حتى ابني يعرفك. ها شو اسمه؟ تحب بيطار؟ طب بتحب بيطار ولا يمان؟ يمان وبيطار هم رفقات اصلا. سلمى هو متابع، متابعكم على اليوتيوب، شفته يعرف كل شيء هذا. ايه ما شاء الله 5 سنين ما شاء الله بيعرف، ميرسي عليه. 40 سنة. تمام الله يخلي لك اياه، الله يسلمك، عقبال ما نجيب واحد ثاني. تسلم يا رب. جيبه جيبه، ليش لا؟ بنجيب واحد يشبهك. لا الله كبسه يا شباب، بدك اسود. نجيب واحد شباب. اسد اسد اسد. لك اسكت، فضحتني الله هي. ماما جيب التليفون اعطيك اياه. شو اسمه؟ عبالك شو بدك تجيبي واحد روح على الكوخ الابيض، الكوخ الاسود. ها؟ روح على الكوخ، على الكوخ. مين؟ انا احب اروح اقعد بالكواخ، روح قلبي يصير عندي كوخ. الو ماما في عنده كوخ مشتري، مشترى ان شاء الله يصير عندي مصاري واشتري كوخ. عنده كوخ احلى الكوخ، القعده بالكوخ محلاها، بس لسه ما جربناها. مرحبا فرجيني مول، ما هو قاعد ببيته هلا بالقصر، بس عنده كوخ. بدي افرجيك يا عمو، روح نام، روح روح الشغل. بدي التليفون الثاني اشغل لك اياه، حليت عني. تعطي شلون بدك تجيبي، بدك تجيبي الولد؟ جيب الولد، نروح على الكوخ انا وياك. من وين؟ مين من وين؟ أنا؟ ولا مين؟ أكيد أنا. بشك شهير. اسكت بس شوي دقيقة، بس اسكت شوي. أنا من جبل أبي. بدك شيء؟
سلامتك يا روحي. الله يسلمك. باي يا روحي، باي. صرنا نجيب اولاد لخ الله، طلعنا عم نلعب جولات، قام صرنا بالولاد. شلون جبت ابنك على التيك توك؟ والله شلون بالكوخ. نعم مبروك. ايش مبروك؟ مبروك وجهكم. كنا بجولة صرنا بولد. شلون جبت الولد؟ عم نلعب جولة ولا صارت حامل؟ أحلى عالم، كيفك؟ أهلا، تمام. هذا عندك ولا راح؟ طلع منيح. شباب تكبيس، بس تكبيس نار. كبسوا شيري يا اخوان. شو راح تصير؟ ما راح اسمي شو، ما راح. طلعت معي وحدة قال عنده ولد، قال الله يخليك يا، قال مش هي تجيب ولد بيشبه. قلت له كيف؟ عم نروح انا وانت على الكوخ بنجيب ولد. مبروك يا ولد. تخيل يصير الحكم ولد. من جد صار عندي اقسم بالله. اي قال الحكم ولد. محمود شغلك نعسان. اخ يا رب اخ. وين مخك انتي؟ عبسي؟ هلا هون. اخ يا رب. هلا نايم. قوم لك. دنام 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 دنام. هاي معنا بعالم تاني، هاي دايما بعالم تاني. مع كينج شباب. ورد جايز، وردتين لو سمحت، وردتين. وردة شباب، وردة. وردة. توفي يا رامي. ان شاء الله. لا انت ما سمعت الولد شو بيطار متلحف ونايم. شو اللي؟ وضعه صعب. مسكونة هيئتها. هي ضربت ثلاثة دبل شباب، ضربت ثلاثة شباب. ترابل قايز، ترابل. شدوا يا ربي ترابل. لا تقلديني برو. ثانكيو على تشل بالمتلحف شباب. ضربت ثلاثة الحوت بستة، الألف بثلاثة. ضربت ثلاثة شباب، ضرب ثلاثة لح، وآخر خمس ثواني ضرب ثلاثة، ضرب ثلاثة. أما فصلت جولة سلية. ليه؟ واحد عندي ما حجابة، ضرب ثلاثة. يا زلمة رحت على الشغل ورجعت نمت وصحيت وسافرت وانت لسه فاتح شغلك؟ قد ايه ساعة بتشتغل؟ ايش وليه؟ اذا ساعة كنت مخلص شغلك احكي لنا شغلك عادي، قلنا ايش بتشتغل. ماك يا بصل. ايه يسعد لي صباحه صباحه شباب. الكل يكتب لنا من وين عم، من وين عم تابع البث. هات ولا شوف، هات ولا شوف، نشوف من وين اكثر الناس. يا السفيرة يا حبيبتي اكتب ولا شوف. اول شيء يعني المانيا دائمين كفو منهم، ما قصر. هذا مو اول مرة تكتب الكومنت، عم تكتبي كثير يعني. مش هولندا، فلسطين، افريقيا، الكويت، يعني ما شاء الله دائمين ما قصر، كفو منهم، شكرا لهم. سعودية
جارك بالسويد انت لو كنت انا عم ادعم نفسي المانيا دهوك انا حره في اوكرانيا بورصة ضغطك روحي فكي بس طال عمرك اشحني تلفونك الثاني ودعمي نفسك ليش يابان جاي لحقتيني لهم ليبيا ما فيك يا قولوا كلام حلو يا اما لا تقولوا صلوا على النبي وخلاص الله صل على سيدنا محمد اسطنبول دنمارك امريكا تل ابيب بورصة فيينا امارات الهند هاواي منبج هونغ كونغ الخرطوم اضيمان هولندا ادالب ما شاء الله ما شاء الله منتشرين كل الطب الارضية مالديف مبين متشخ في عليك في عليك الديون اللي مالديف انا مالديف منه ناي مالديف مبين يا ابو مالديف بدك شيء سلامتك يا محمود وانا ابو نير نهزل له بدن ونروح او اجيب هاي الجدبة رابك الدبن كيف خلصتي؟ بدي احط الفندق المفتاح بس ما بعرف وين احطه. حطي بجيبك. بجيبي واروح هيك اسافر واخلي الفندق مفتاح معي، ما بدي ارجع يعني راجع على البيت. راجعي لك يا وطن. ما شاء الله صوتك بنيم التيس. حبايب وين لايكاتكم انتون؟ نسوى من الأوضة ها انجليزي انجليزي بتحكي هلا وايد انت شنو تحكي انت عربي تحكي كردي كردي زاني كتشي كرو نازاني انا كمان نازاني انا كرماندي نازاني انا كمان كرماندي نازاني بس الكات على راسنا اهلا وسهلا نورت حبيبي يعني يجيك داعم كردي ما في طمني أريحك. يعني ايه عندي داعمين كردي كتير كتير وبحبهم كتير كمان عندي مشرف كمان عندي كردي وطبعا اكيد يعني انا كرات على راسي بحطهم اكيد اي ادبك مسح جوق دعم ما في هلا لا ما حضرت حنا الدعم عندي ما عندي هيك داعمين انا داعميني اكثريته بس اصدقاء من وين يعني لا تفكر انه عندي واو مستوى انا داعمين عندي بس صديقاتي تدعموني حرام انا العالم عندي فقيرين يعني الله يساعدهم الله يساعدهم باللايكات يعني بخيلين باللايكات يعني فكرت عام انا بس بطلع مع حدا ليش ببكي وبتهذا ليش طيب لا انا الحمد لله يعني الله يحميهم يا ربي لا يعني. لا الله يحميهم عن جد الله يحميهم ما عندهم يعني واحد في ما عندهم حرام بطلع بتبكبك علي عمري ورد شباب ورد وردة تكون حبايب خلاص بلشوا الجولة وبدعم بدعم ما بدعم ما بدعم حر يعني اي والله ما تدعم ما تدعم عادي ما عندهم مش كل واحد عنده ليه سويتيهم فقيرات ومقيرات عم بقول لهم ما عندهم يعني مو واحد على كيف عم بقول لهم يلا حبايب ادعموني اذا ما عندهم ما عندهم انا عندي متابعيني اعرف حالهم يعني حرام الله يساعدهم الله يساعدك لك الله يساعدهم يا ربي اخ منكم ايش كنت احبكم حواجبك شغل شغل وين ما يسو شنو اوغن دانك شون شباب دبل شباب تجي جوز بالسر اهلي واخلك هاي واللون والله بدون السر دينا ايوه مزبوط ولا حبيبي أمير الدبل ما يروح شباب لا خشمي ما هو خشم هذا شفاطة ها ما هو خشم هذا شفاطة هذا يشفط الأخضر وال هاي من الله من الله خشمي شنو أسوي من الله أعطاني هيك واحد حلو لا بقولك عادي أنا ما عندي مشكلة بيها وأنا ما عندي مشكلة صرنا إيه طبعا شغلة من الله الحمد لله على كل شيء إيه والله وين رايحة وين رايحة على البيت أرجع وينك أنت ليه
كنا بحفلة زارة زكريا بارحة وهلا رايحين على البيت. وين عملوا ندب؟ ها وين؟ مش بعيد بيت الحمد لله، بس ساعتين. هلا مو بعيدة. طب مو بعيد، واخدتي اخدتي وترجعي كنتي؟ انا الحفلة كانت إيه الساعة 2، وانا ما بحب اسوق مع ابني بعيد، يعني ساعتين متأخرة على البيت وهي الشغلات، ما بحب هاي الشغلات، ما عذب ابني. وابني أيوة. تكون نعسان وتعبان. لا كفو. شو بشتغلي صحيح؟ انا شغلي ما بحكي باللايف. ليه بشتغلي ايش؟ شو أنا شغلي حلال الحمد لله، كل شيء حلال، بس شغلي بحياتي ما أحكي باللايف. أنا سألتك حلال ولا حرام؟ إيه بس عم بقولك شغلي. شوف يا عيني أقولك شغلي وحطها براسك، يعني جون سينا بشتغلي يعني؟ ماما بس هي شوف أنا هودي الناس ما تفيدوني بالتيك، مو إحنا تدفعوني جار تربون ابني تجيبون أكل ابني، يعني شغلي. بس أنا هوني عندي عالم باللايف كتير 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 مكروهين، يعني ما تتمنون الخير لحدا، ما تتمنون الخير لحدا. هلا اذا قلت لهم وين شغلي وهي شغلي شغلي هاي وهي هاي، والله بكره تشوفني بالشعره قاعده، والله بالشعره تشوفني قاعده. في عالم بدون احترام، في عالم ما تحبون الخير، ما تعطوك الخير، وانا شغلي عم تجيب لي النعم، يعني عم بربي ابني بيو، عم بدفع الايجار بيو، يعني الحمد لله على كل شيء. أنا قلت لك شحدي أو أنا قلت لك أنه ليش يعني ما أقول شغلي، يعني شنو شغلي؟ سألتك، أنا سألتك شغلة واحدة، ليش كل هالجريدة عملتها؟ جاوبت لك جويبة عادي، جواب يعني جاوبت لك. ما هو الجواب هذا، هذا هاي كتاب كامل صار. هالجواب هذا؟ أي جواب. يلا بدك شي رايحة؟ وين رايحة؟ رايحة أرجع البيت. وين أروح؟ خليكي طيب. يما فديت دغري، خليكي أنت من هيك وهيك بدك روحي، بس روحي بس روحي. يلا باي باي، مع السلامة. باي باي. مع السلامة. زين كيف ما بطلع مع حدا بفتح لي قصص شحادي، ما عندي دامين والله وشغل. لك ما سألت، ما سألت يا أخي، ما سألت يا أخي.